الكبرياء بيقرب منا الفراق وبيكسر جوانا حاجة وبنخسر بعض بغباء بنضيع الاتفاق وكأننا داخلين سباق واللي ساب التاني أسرع ده اللي دمع لما فاق أوقات الكبرياء بيقرب منا الفراق وبيكسر جوانا حاجة وبنخسر بعض بغباء بنضيع الاتفاق وكأننا داخلين سباق واللي ساب التاني أسرع ده اللي دمع لما فاق يا خسارة يا ألف خسارة على العشرة وعلى الناس اللي بوام على امبارح وعلى بكرة وعلى الأحلام ويا ريتنا ما قلنا سلام سلام لو نرجع بالزمان مش هنفرط في المكان ونحل أمورنا ببساطة ونعدي الأزمة بأمان بندمع من سكات وقت القرب خسارة فات واللي فاضل من الحكاية هو حبة ذكريات لو نرجع بالزمان مش هنفرط في المكان ونحل أمورنا ببساطة ونعدي الأزمة بأمان بندمع من سكات وقت القرب خسارة فات واللي فاضل من الحكاية هو حبة ذكريات يا خسارة يا ألف خسارة على العشرة وعلى الناس اللي بوام على امبارح وعلى بكرة وعلى الأحلام ويا ريتنا ما قلنا سلام.